حرب طاحنة بين البنوك المركزية في اليمن، بنك صنعاء وبنك عدن. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً بإيقاف التعامل مع كل من شركة القطيبي للصرافة، شركة البسيري للصرافة، وذلك تحت ذريعة عدم امتلاك تراخيص مزاولة المهنة، ليرد البنك المركزي اليمني في عدن بتعميم ينص على إيقاف التعامل الكامل مع بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. وبذلك سيتم إيقاف التعامل مع الشبكات التابعة لها وشركات الصرافة مثل شركة مفتاح للصرافة، شركة الحزم للصرافة، شركة مصلح للصرافة، شركة داديه للصرافة، وشركة حسين البيضاني للصرافة، وشركة المغربي للصرافة، وشركة المنتاب للصرافة، وشركة الحضاء للصرافة، شركة الأكوع للصرافة، وشركة المرسي للصرافة، وشركة المري للصرافة، شركة رشاد بحير للصرافة، وشركة رياض الحروي للصرافة، وذلك تحت ذريعة مخالفة تعليمات البنك المركزي في عدن. والمواطن المسكين وحده من يدفع ثمن هذه العراقيل للمالية المفروضة وبدون داعي بين مناطق سيطرة الفصائل المختلفة باليمن.